غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. ألو، مساء الخير. ألو، سعادة القس الفاضل أليكس حنا. نعم، أهلا وسهلا بك، الرب يباركك ويبارك تعب محبتك. هللويا، بريز ذا لورد. اهلا بك يا فندم، شرفنا بيك. حضرتك، انا اسمي ابو مريم. كان عندي سؤال فاتصلت بقناه الكرمة، فحضرتك قلت لي اللي انت يعني حضرتك دارس ومتخصص فممكن ترد عليه، فهناخد بركه ونسمع منك ان شاء الله، نشارك معك وناخد منك رد لو تكرمت. يعني سعاده القس الفاضل أليكس، يعني حضرتك عارف ان يسوع له وصايا. يسوع بيقول ان كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي، وكمان يسوع بيقول علموهم جميع ما اوصيتكم به. يا فندم، الان السؤال كانسان مسيحي، هل المفروض اما وصايا يسوع، هل احنا المفروض نكسر الوصايا ولا المفروض ان احنا نطيع وصايا يسوع؟ كويس. هو احنا لما نقرا الكتاب صدوق المكتوب كله بيتكلم الكتاب عن وصايا جديده، مش وصايا العهد القديم، يعني مليون وصايا جديدة. نعم، أنا أعطيكم إن الوصايا الجديدة هي مرتبطة بطبيعة المسيح الذي يتبعني يمشي في الظلمة. ومحبة الرب، قال كل النموذج يتلخص في وصيتين. نعم، إن إحنا بنحب الرب إلهك بكل قلبك وبكل نفسك وبكل قدرتك، وتحب قريبك كنفسك. فالمحبة بتسهل تنفيذ الوصية. زمان الوصية من غير معونة، أو الوصية من يعني الشعب كان يقترب من الله بالبعيد ويعتمد على مجهود الشخصي. نعم، فمنفعش يقدر ينفذ الوصية بمجهود. لكن في العهد الجديد الله هو العمل فينا الضريب ونفعل بأجل البصر. كل شيء استطاع لدى المؤمن، أو استطيع كل شيء في المسيح الذي يقوي. فاللي بيعجي على تنفيذ الوصية مش الوصية الحرفية، لأن الوصية في العهد القديم كانت مثلا لا تزني لا تقتل. بالفعل في العهد الجديد مطالب أكثر، فاللي بيعدي على تنفيذها هو الشركة والمحبة مع الله. دي اللي بتقدر لي على إن الله هو نفسه بيبقى لي طبيعة القداسة وطبيعة المسيح اللي بتعيش فيا. زي ما انت مثلا بتشوف ابنك لو بنتك في البيت متعسر، فبتمسك بايده وبتساعده علشان يتصرف صح، يعمل صح من غير ايدك ومن غير ما انت تحمله على ذراعيك، بيوسخ نفسه ويبني نفسه في التراب وكده يعني. فهو الوصيه الجديده يطلع لينا الاب ويسوع بنزل نفسه بيحل فينا بالايمان، وهو بينفذ الوصيه بالايمان فينا. اولا انا سعيد جدا بكلم مع حضرتك، لان ملاحظ ان سعادتك بتستشهد بايات من الكتاب المقدس، وده دليل عندك العلم. يعني انا مشكورك على هذا الكلام الطيب. حضرتك بروتستانتي اكيد صح؟ يعني انا مش بحب بروتستانتي او ارثوذكس، لكن بحب ان احنا نكون لا لا لا, يعني. لا لا انت فاهم فاهم انا انجيلي يعني اقصد انجيلي. طيب سعاده القس الفاضل المحترم، انت قلت تلخيص الموضوع ده كله في جمله جميله جدا رائعه انت قلتها، نقدر نقول مفتاح الـ 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 السؤال مثلا او مفتاح الحوار. انت حضرتك قلت كل شيء كل شيء مستطاع مع المؤمن. طالما انت انسان مؤمن بذلك خلاص، يبقى المفروض تسمع كلام يسوع تقول امين وتقول سمعنا واطعنا. تمام. طب يا فندم الان، وطبعا كلامك بيأكدوا كلام يسوع، لان يسوع بيقول لان من استحى بي بكلامي في هذا الجيل الفاسق الخاطئ فان ابن الانسان يستحي بي متى جاء بمجد ابيه مع الملائكه القديسين. كمان يسوع يقول من ينكرني امام الناس انكره امام ابا الذي في السماوات. وكمان يقول السماء والارض تزولان وكلامي لا يزول. هذا كلام موجود في لوقا ومتى مرقس. طب يا فندم الان، في وصيه من وصايا يسوع، يا ريت حضرتك بس يكون عندك ساعة صدر تسمعني بس دقيقتين وبعدين ناخد بركة ونسمع منها. اللي عند حد هنا طبعا حضرتك من أروع الأشياء ومن أروع المواعظ، موعظة الجبل. موعظة الجبل دي بتدل على السمو والكمال صح؟ إن يسوع نقلنا نقلة
نقلة كبيرة جدا إلى الكمال. لا تظن إني جئت لأنقذ الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقذ بل أكمل. الآن هنا في موعظة جبل 538 يقول يسوع: سمعت أنه قيل عين بعين وسن بسن، عهد قديم، وإما أنا أقول لكم لا تقاوموا الشر، لا تقاوموا الشر، من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر. وبعدين بالتفصيل بيشرح هذا الموضوع: ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا. حتى الكلمة باللغة اليونانية هيمتون، والكلمة تعني الرداء الخارجي أو الداخلي. ومن سخرك ميلا واحدا فدى مع اثنين، ومن سألك فأعطاه، ومن أراد أن يقترض منك فلا ترده. طبعا ليه سامية جدا. الآن حضرتك بيكمل ويقول: سمعت أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، وإما أنا أقول لكم أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، احسنوا المبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. يعني درجة من السمو غير طبيعية، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، فنشرق شمسه على الأشرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين، لأن إن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم. كلام منطقي طبعا، أليس العشرون أيضا يفعلون ذلك؟ ممتاز جدا. حضرتك يا فندم، يسوع بيتكلم على السمو والكلام والكمال، وبيتكلم الفرق ما بين العهد القديم والعهد الجديد. هناك كان شارع عين بعين وسن بسن، وأحب قريبك وتبغض عدوك. هنا القديس أغسطينوس بيتكلم على كده، وهناك ست مراحل لمقاومة الشر. أنا أختصر خالص، آخر مرحلة رفعنا بها السيد المسيح وهي مقابلة الشر بالخير وعدم مقاومته، ناظرين إلى الشرير كمريض يحتاج لعلاج. كمان القديس يوحنا زابيل فم يقول: المسيحية التي يدعو إليها السيد المسيح مقاومة الشر بالخير، لا تطفئ النار بنار بل بالماء. الآن يا فندم السؤال بقى، التعليمات الرائعة الجميلة دي، لو نفترض أي واحد شخص مسيحي، شخص ما مسيحي، دخل بيته، ما دخل بيته يا فندم وجد ان في واحد بيغتصب امه او بنته او اخته او ابنه، هل هو حضرتك المفروض ينفذ تعليم يسوع ووصيته ولا يكسر الوصية: لا تقوم الشر، من لطمك على خدك الايمن فحول الله الاخر، ومن اراد ان يخصمك واخذ ثوبك فاترك له الرداء ايضا، ومن سخرك ليلا واحدا فذهب مع اثنين، واما انا اقول احبوا اعدائكم، باركوا لاعنيكم، احسنوا مبغضيكم، وصلوا لاجل الذين هيباركوا، ولا حضرتك هيكسر الوصيه ويدافع عن اسرته؟ الحل ايه حضرتك؟ اتفضل. هو المسيح لما قدم المحبه مثلا بعد الحقوق او الحقوق الشخصيه، لان مثلا لما قدم وقال الذي يمس يده معي في اللقمه هو يسلمني، وقال لهذا الانسان لو لم يكن يعني ولد وهو مضى وشرح نفسه. دلوقتي محبه الله مش بتلغي القانون، لانه زي ما هو الطريق هو الحق هو الحياة. مش معنى ان انا بسامح الشخص اللي قدامي ان انا بتنازل عن حول. انا في محبة المسيح يعني في فرق ما بين انه المسيح بيكره الخطية وبيحب الخاطي. انا بحب الخاطي وبقدم لي طريق الخلاص، لكن اجرة الخطية موت، لان هبة الله فهي حياة أبدية. دلوقتي لو الشخص اللي قدامي شخص متمادي مش عاوز يفتح قلبه لمحبة الله، يهوذا مضى وشمخ نفسه، المسيح ضربه عبد قائد المئة قال له لماذا تضربني، بولس لما ظلم قال أنا رافع شكواي إلى قيصر ووصل بها إلى روم. فرق بين المرة I don't hold the gratitude، يعني أنا مش بحمل الدينونة للشخص، وإن الشخص اللي قدامي نوع عاوز يعني مفهول لمحبة الله واتفرز زي ما مضى وشمع نفسه، ومرة واحد تاني أخطأ برضه
وعمل خطيه في الكنيسه في رساله كورنثوس الاولى، انه اتجوز مرات ابيه، واتجوز كان زواج مرات الاب بحسب شريعه العهد القديم زنا، ارتكب زنا، وبولس قال سلمت هذا للشيطان وسلمه للتهديد. فمش معنى ان محبه الله مقدمه للشخص الخاطئ ان الخطيه تتمكن من حياه المؤمن. لابد ان احنا نفرق ما بين الخطيه والخاطئ. احنا بنحب اعدائنا، بنبارك لعينينا، مش بنجازع بشر بشر، لكن في نفس الوقت الرب اللي هو الطريق والحق والحياه خد حقه. وحتى اورشليم قال لها اورشليم طب مره اردت ان اتمع الصراحه حضرتك نعم يعني حضرتك اللي انا فهمته من حضرتك وصحح لي لو انا غلطان، طبعا حسب تعليم يسوع الانسان المؤمن طبعا كل شيء مستمع مش هيكسر الوصيه، فالمفروض الانسان المؤمن هيغفر له وهيسامحه وهيباركه ومش هيلعنه ولا يقوم الشر. تمام كده بالظبط. لكن اشمعنى كده قدام يركب قدام اورشليم قال لهم هتخرج، خرج السنه 70 ميلاديه. ولغايه دلوقتي لما انا رحت زرتها قصص الخراب والدمار اللي بقت عليها لسه الرب بياخد حقه من قريش. يعني اللي انا فهمت لكن اللي هياخد حقك منه هو الرب صح؟ انت كانسان مسيحي سمعنا واطعنا يسوع بيقول لا تقوموا الشر، لن تقوموا الشر، يسوع بيقول باركوا لعينيكم احسنوا من جهودكم، ده اللي هتعمله بالظبط، وبعد كده الرب هو اللي هينتقم منه، ولا فهمت غلط؟ لا، ولو في قانون مدني بيحمي حقيقة نعم، بس انا ما بتكلمش على القانون المدني يا سعاده القس اليكس، انا بتكلم على الانجيل. طيب معلش خلينا سؤال ثاني في نفس الموضوع. اولا انا بشكرك على سعه صدرك وادبك يعني طيب يعني يا ريت يعني دو نوت مس اندرستاند، يعني حاول ما تفهمنيش غلط، يعني هل هذه الشريعه تناسب الفطره السليمة للبشر؟ يعني لما أفزع واحد دخل بيته اتلاقي واحد بيذنب بنته أو أخته أو بيغتصب ابنه، ده تناسب الإنسان؟ هل دي تناسب الإنسان؟ معقول؟ يعني أنا اللي أعرفه حضرتك مع احترام سعادتك الحيوان الوحيد الذي لا يدافع عن الأنثى هو الخنزير، ما في حيوان في الدنيا كلها لا يدافع عن الأنثى إلا الخنزير، يعني هذه طباع ضد البشر، ضد طبيعة البشر. ف يعني هل يسوع بيقول تعاليم؟ اتفضل. بص هو ربنا زي ما قدم المحبه قدم لنا التحذير، يعني بيقول الكنيسه لا تخالط الطماعين، لا تخالط النجاسين، وقال لو في اخ وسطيكم مدعو طماع او زاني او نجس ولسه ربنا مستطيع بس الكتاب مش فيه اللي كنت طلعت لك النص طالبته مثل هذا ولا توكلوا بل يسمى، يعني خطيته تتشاف في الكنيسه، من ده ياكل مع الناس اللي في الكنيسه، من ده يشرب بيهم يشرب معاهم، ولا تخالط يعني ما تسلمش عليه. بعد كده بيقول خارجة السفر الربيع اصحاح الاخير بيحدد نهايه، بيقول خارجة حتى الكذبه النجسه كل من يسمع وكل من يصنع كده خارج المدينه السماويه قدمنا الاثنين زي ما قدم المحبه قدم الحق والعدل. نعم فهمت. يعني انت حضرتك انت كراجل مسيحي المفروض لا تكسر وصايا يسوع، ويسوع الوصيه بتاعته سمعت انه قيل عين بعين وسن بسن، واما انا اقول لكم لا تقوم الشر من لطمك على خدك الايمن فحول له الاخر، ويقول احبوا اعدائكم باركوا لعنيكم احسنوا بجهودكم وصلوا اجل الذين يسيرون. فانت المفروض كراجل مسيحي لن تكسر الوصيه، انت كل اللي هتقدم له المحبه وهتباركم، ده انا اللي انا فهمته. طب حضرتك الموضوع ده وضحته انت حضرتك. طيب لو في سؤال تاني يعني نستفاد من حضرتك على اساس انت حضرتك راجل عالم في المسيحيه ومن ضمن الناس اللي في قناه الكرم، يعني حضرتك يا فندم سمعت على علم اسمه علم النقد النصي؟ علم النقد النصي علم ايه؟ النقد النصي، النقد النصي.
طيب علم النقد النصي هو علم خاص بعلم المخطوطات، بيحاول يأتي بنص أقرب ما يكون إلى الأصل. علماء النقد النصي كتاب مشهور جدا في أمريكا. طيب بص حضرتك، نعم حاليا في زيارة معايا ناس. خلاص ماشي. طب أي الميعاد الكويس ممكن أكلمك فيه ويكون حضرتك عندك وقت؟ يوم تاني او بعد ساعة لو يوم الاثنين. يوم الاثنين ده دلوقتي، يوم الاثنين في نفس الميعاد. يعني الاثنين 4 ظهرا. تعبت حاجة الصحاب بيطلعوا زيارات بيطلعوا. ماشي ما في مشكلة. يوم الاثنين اذا اراد الرب الساعة 4 عصرا بتوقيت نيويورك. او بعد رسالة كده قول لي مثلا يوم الاثنين لان يوم الحد مشغول. لا بص حضرتك ساعات القس اليكس، شوف حضرتك الميعاد اللي يناسبك، انا تحت امرك ما عندي اي مشكلة. ايه الميعاد اللي يناسبك؟ ابعت لي رسالة، ابعت لي مسج على التليفون ده والاقي ميعاد معاك يوم الاثنين ان شاء الله. خلاص بس على اي حال من الاحوال اذا اراد الرب يبقى الاثنين الساعة 4 عصرا بتوقيت نيويورك. شكرا رب معك مع الف سلامة. لو ما عنديش الكارما 4 ده هيبقى طيب. شوف الميعاد اللي يريحك. It's up to you. طب انا اقول لحضرتك حاجة، اختار انت معاد تاني يوم مناسب لك، يوم يكون انت فري يعني اوف. انا قصدي عشان علشان عيد الحساب في الكارما تقريبا بيطلبوني كل يوم، فبعد الساعة 1. طيب هو حضرتك ليك برنامج في قناة الكارما مش كده؟ نتشرف ناخد بركة يعني. حضرتك يعني برنامج اسمه ايه حضرتك؟ اسمه ايه؟ بس البرامج واقفه دلوقتي. اسمه ايه حضرتك؟ برنامج اسمه الشفاء الالهي. الشفاء الالهي يوم الثلاث يوم الثلاثاء. دلوقتي البرامج واقفه عشان عيد الحصاد. ماشي. وحضرتك ليك برنامج ثاني ولا هو الشفاء الالهي فقط؟ وفي برنامج بيبقى لايف على الهواء خميس وخميس لا بتصلي فيه. طب انا رايح حضرتك انا عندي فكره، في امكانيه ناخد بركه ونكلمك على الهوا في البرنامج بتاعك. طيب ايه دي واحده بس، الرقم اللي هو بيظهر على الشاشه يوم الخميس. يوم الخميس الساعه كام حضرتك بيظهر؟ من 2 ل 4. 2 ل 4 بتوقيت نيويورك. انت حضرتك مسيحي ولا؟ انا راجل باحث في باحث في المسيحيه. يسوع بيقول يقول ايه؟ look for the truth and the truth will set you free. ابحث عن الحق والحق سوف يحررك. يسوع يقول فتشوا الكتب. فانا راجل باحث يعني من هذا المنطلق انا باحث. ماشي. من الساعة كام بيبدا انت البرنامج؟ الساعة كام بيبدا؟ الاثنين الاربعة. الاثنين الاربعة بتوقيت نيويورك. بتوقيت نيويورك. خميس ايسترن تايم. هل في الاسبوع ده هيكون فيه ولا فيش؟ لا عشان عيد الحصاد. الاسبوع اللي بعد عيد الحصاد. متشكرين جدا جدا سعادة القس اليكس حنا مع الف سلامة. كان معنا لواء مباشرة الان القس اليكس حنا احد مقدمين البرامج في قناة الكارما، معروف ومشهور في برنامج اسمه الشفاء الالهي، ليه عدد كتير جدا على اليوتيوب، ليه برنامج الشفاء الالهي في قناة الكارما. كمان ده دكتور، هذا دكتور، الدكتور القس اليكس حنا، الدكتور القس اليكس حنا، دكتوراه في اللاهوت، الدكتور قس اليكس حنا. الو مساء الخير قناة الكرم وحضراتكم. مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا وسهلا بحضرتك، اتشرف بالاسم. الرب يباركك ويبارك تعب محبتك. معاك يا ابو مريم من معاك يا ابو مريم من امريكا حضرتك. كان عندي سؤال كنت اتمنى لو في احد الكهنة اللي موجودين يعني نستفاد وناخد خبرة منه. هو مفيش حد دلوقتي ابو مريم موجود. مفيش حد خالص؟ لا مفيش حد دلوقتي، ممكن بعد الظهر يكونوا موجودين. طيب في امكانية ناخد بركة من حضرتك لو في امكانية؟ يعني انا عندي سؤال بس كنت عاوز واحد يكون عنده علم يعني استفيد منه. في عند حضرتك رقم من ارقام الكهنة ممكن اتصل بيه وناخد بركة ونسمع منه اجابة؟ طيب ممكن اعرف بخصوص ايه؟ نعم خصوص من كتاب سؤال من الكتاب المقدس حضرتك، سؤال من كتاب. ايوه يعني بخصوص ايه؟ ما الكتاب المقدس يعني 66 ست، حضرتك عايز تسأل عن ايه؟ لا مؤاخذة حضرتك يعني اسألك انت؟ حضرتك اسألتي؟
يعني لا يعني لو انا ادي لك رقم تليفون لحد معلش بس معذره اسف بس دي واحده بس حضرتك دي واحده دي واحده انا بقول لحضرتك انا عندي سؤال من الكتاب المقدس وعاوز احد الكهنه يرد عليه حضرتك عاوز تعرف السؤال ليه اذا كنت مش هترد عليه عشان اعرف إيه في اي اتجاه ادي لك رقم اي كهنه من الكهنه بس هو سؤال في الكتاب المقدس لو حضرتك. حاجب انك انت تسالني سؤال انا تحت امرك لو حابب تسال حد من الكهنه برضو انا تحت امرك بس قول لي ايه هو طبيعه نوعيه السؤال عشان اوجهك لاني كاهن طيب يا فندم ادي كل الفكره طب انا عاوز حضرتك بس ريلاكس كده يعني شيل اوت كده ريلاكس شوف حضرتك يعني انا عاوز واحد يكون عنده علم في الكتاب المقدس من المذيعين عشان يقدر يجاوبني عشان اقدر استفاد خلاص وهو كذلك يا ابو مريم حضرتك اكتب لنا رقم تليفونك واحنا هنودي رقم تليفونك لاي حد من اعضاء الكهنه الموجودين يرجع ويكلم حضرتك وحضرتك تساله باي طريقه وباي كيفيه عن السؤال اللي حضرتك عايزه تساله له طب ممكن تسالني رقم تليفون حضرتك؟ ايه رايك اسالك انت طالما انت حضرتك كده يعني ما اعرفش انت حضرتك عصبيه لا خلاص ما لا اتس اوكي انا ما عنديش اي مانع خلاص حضرتك بس سيبني رقم تليفون حضرتك دي واحده واحنا دي الاباء الكهنه اتفضل دي واحده اولا حضرتك انا بتصل على برنامج سكايب انت عارفه لان البرنامج ده ارخص مفيش رقم معين ادي اول شيء النقطه الثانيه خلاص اسالك انت سؤال طالما حضرتك عاوزه تعرفي السؤال دلوقتي لا 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 مش عايز اعرف يا ابو مريم بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه شوف يا فندم ثانيه واحده حضرتك بتقول انك بتتكلم من داخل امريكا نعم. لو انت بتتدخل من داخل امريكا من اي 52 ولايه بتوع الولايات المتحده الامريكيه أيوة. فالمكالمه مجانيه سواء أيوة. عن طريق سكايب او عن طريق التليفون الاثنين طيب. مجانا طيب فليه حضرتك مش عايز تديني رقم تليفونك؟ هقول لحضرتك انا عاوزك بس تهدي الاول شوف حضرتك اولا انت واحده ست السؤال محرج ما ينفعش اقوله لك حريجي بيه سؤال في الكتاب المقدس محرج بيتكلم عن الجنس تحب تسمعي طالما انت ست لا بقول لحضرتك شفت بقى شفت بقى شفت بقى شفت بقى انا مكسوف اقول لك انا مكسوف اقول لك انا مكسوف اقول لك انا شفت شفت مكسوفه ازاي شفت هتقفلي التليفون ازاي شفت قفلت ايه رايكم يا شباب ايه رايكم في الاخر كده سالك سؤال جنسي في الكتاب المقدس من كلام الكتاب المقدس هتردي دي واحده والله الكلمة الأخيرة دي أنت فاهمها دكتور معاك كلمة صعبة قوية على طول قفلت خافت ألو شوف حضرتك مش عاوزة ترد دلوقتي شكرا لك دكتور اتفضل اذا كانت لديك اي مشكله في استخدام القناه من فضلك ادرس على الرقم 3 اذا كانت لديك اي سلبة صلاة من فضلك ادرس على الرقم 4 شكرا لاتصالك بقناة الفرق Thank you for calling Dr. Mathini. إذا كانت لديك أي مشكلة في استخدام القناة من فضلك اضغط على الرقم 3 إذا كانت لديك أي سلبة صلاة من فضلك اضغط على رقم 4 إذا كانت لديك الرغبة في تعظيم قناة الفرد من فضلك اضغط على رقم 5 إذا كان لديك أي استفسار أو أي سؤال من فضلك اضغط على رقم 6 ولا تنسى أهو ضغطت على السؤال أهو You're welcome. Hello? Hello, مساء الخير يا فندم. الزهر قالوا لبعض، ده مش أعتقد دي واحدة ثانية. بفضل الله. اتصال واحد على القناة بفضل الله، خلاص. واحد بس. Please call the morning.
الو مساء الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا الله الإخوة الأحباء، كان معاكم على الهواء مباشرة قناة القرمة من الولايات المتحدة الأمريكية. حضرتك هشام زي ما انت شفتوا طبعا إفلاس، هي طبعا الأول كانت عاوزة أرد عليك وبتاع، لما قلت لها كلام جنسي من الكتاب المقدس قفلت التليفون مباشرة. فسبحان الله، كما يقول يسوع: لأن من استحي بي وبكلامي في هذا الجيل الفاسق الخاطئ فإن ابن الإنسان يستحي بي متى جاء مجد أبي مع الملائكة القديسين. السؤال المطروح بقى، أي واحدة مسيحية تستحي من هذا الكلام خلاص تترك هذا الكتاب، لأن هذا كتاب يدعو الفسق والدعارة. كتاب يقول: باركوا لعينيكم، احسنوا مقبوضيكم، وصلوا لأجل الذين يسعون إليه. وكلكم سمعته، سواء إذا كان كاثوليك أرثوذكس بروتستانت. السؤال كان مطروح عليه أمس، سمعته الراجل الأرثوذكسي صليب متى سويرس، نفس الإجابة نفس الإجابة. قال لك لو واحد دخل بيتك وبيزني بنتك أمك أو بتاع، قل له الرب يباركك، قل له الرب يباركك. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك. مسلم كريستيان دايلوغ. الحمد لله باسمك قلبي. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي. الحمد لله الحمد لله حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبد يا من جل قدرا جل قدرا. لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء وأرضا.